السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم في سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات، لنكون من خلال هذا الدرس مع العدد الرتبي، إذا دعونا نبدأ ونستكشف معا، استكشف تريد سحر أن تأخذ الرسالة في الصندوق الموجود بجانب ساعي البريد، ألون الصندوق أتدرب. أولًا، ألون كل صدّار باللون المناسب لصاحبه. ثانيًا، أكتب على بطاقة كل طفل رتبته في السباق. اوظف اكمل الجدول بالشكل المناسب اقيم اكتب تحت الحلزون المناسب الاول الخامس الثالث الون الحلزون الموجود بجانب الحلزون الخامس